لو مسكته ببالي او بشيله بس عندي اكيد انعدم الحركه الصعبه. قديش قعدت هي؟ انا بحكي لها تقريبا اربع خمس سنين. بس هذا الشيء بيكون من الشتويه اللي قبل بتحول ايش بيصير فيها مفاجأة. عشقت هذه المهنه وتشجيع من والدي عشان هيك كملت يعني المهنه هاي. وكنت بتعرفي كانت قبل الناس والشخصيات والعلق هذا هون كان الحياة هون كانت عز ومجد. دايما بقولها بيافة مع انه يعني اليوم تقدرش تقولي هذه يافة اللي كانت من زمان. صورة والدي ابني يوسف دائما بحرص انه يكون يظهر تاريخ العيلة. وحط هذه صورة والدي في زجاجة من الصيدلية عشان يفرجي انه كان صيدلي ويعني الانتماء المهني. فأنا كنت هون يعني والدي كان من الناس اللي محافظين في البيت. يعني فرضنا كان يحافظ على التربية. أول إشي يكون في عنا وعي قومي وهذا كان كتير هو يشدد عليه. فرضنا كان دائما يجي بعد الشغل على البيت أول سؤال كنا نبقى قاعدين الإخوة إحنا كنا ثلاثة هيك وأخته هذا يسألنا قريتوا الجريدة إيش فهمتوا منها. إحنا لسه كنا أولاد صغار يعني شباب صغار يجادلنا بالسياسة وإيش قرينا بالصحف وإيش اللي فهمناه. هذه الزجاجات من وقت ما تأسست الصيدلية من سنة 24 مع انه اليوم للأسف تقريبا مش مستعملة هيك بس محطوطة يعني. وبقدرش يعني أقيمة اشي لانه هذا جزء من تاريخ الصيدلية. لما احتلوا يافا اليهود وهذا انكشف لنا قبل كم من شهر يعني طلعت اوراق ثبتت الاشي هذا انه لما احتلوا يافا الهجنا وجماعة الليخ اجتمعوا الضباط الجيش تبعون هون وقرروا طرد اللي بقيوا بالعرب 3200 اللي بقيوا بيافا كانوا بدهم يحطوهم بتركات ويرموهم على حدود الأردن. لأنه وقت كان بن غوريون يأيد الفكرة هاي لأنه ما كانش بده حدا عرب بحدود إسرائيل وخاصة بيافا ما كانش بده حدا يكون في عربي في منطقة يافا. فوقتها تتعجبي انه الوحيد اللي عارض الفكرة ها كان مناحم بيجن. لما بدأت الكتاب هذا بعد الختيار يعني ست حمد
تفضل.